فيما يخص الأمن هو نطلب من السيد الوزير ولا اللي هما متكلفين يصرفوا على الأمن وقت اللي يخرجوا يخدموا في الطريق ما يلزمهمش يكونوا ماهوش إجباري باش يهز تليفونه الخاص نتاع داره وقاعد يتكلم في يستعمل في تليفونه الشخصي ماهوش قاعد يقوم بالواجب نتاعو في الطريق. البلاد واقفة على شوكة، العدو قاعد يستنى فينا وقتاش نغمضوا عينينا وهم لاهين في التليفونات. التليفون يقعد في البير وفي الفستير إذا سامحيني على عبارة بالفرنساوي. هاني مواطن تونسي ما عنديش تليفون فوقي، ما عنديش انترنت، انترنت في داري أختي. اليوم مسيو قلت لي عندك رأي، خلينا نقولوا أبروبو الوحدات الأمنية والنظام ووحدات الدفاع. صحيح. فيما يخص الأمن هو نطلب من السيد الوزير ولا اللي هما متكلفين يصرفوا على الأمن، معناها وقت اللي يخرجوا يخدموا في الطريق ما يلزمهمش يكونوا ماهوش إجباري باش يهز تليفونه الخاص نتاع داره، لأنه الأمن قاعد يخدم في الطريق وقاعد يكلم في يستعمل في تليفونه الشخصي ماهوش قاعد يقوم بالواجب نتاعو في الطريق. وبالنسبة للأمن وبالنسبة للدفاع كيف معناها، وإحنا عايشين في البلاد والبلاد واقفة على شوكة، معناها العدو قاعد يستنى فينا وقتاش نغمضوا عينينا وهم لاهين في التليفونات. التليفون يقعد في البير وفي الفستير إذا سامحيني على عبارة بالفرنساوي. انت ريت فما وحدات امنيه تكون موجوده في الشارع ولا في تبع فرقه ويكون ليه في التليفون موجوده يوميا، ونمشوا نتحركوا تو اي دوريه موجوده قدامنا في باب حر اذا ما نلقوش ثلاثه عوان نلقوا زوج ولا نلقاهم ثلاثه شادين التليفون الشخصي نتاعهم. انا غلط، انا قاعد نلاحظ ونشوف على عين المكان. الدفاع كنقول دفاع حرس او شرطه، انا ما اتهمتش وقلت الدفاع معناها نقصد في الجيش ولا حاجه. اللي هما في الطريق يلزم يقوموا بواجبهم الشخصي، ما هو وقت اللي يعود قاعد في داره يعمل اللي يثور له، انترنت يعمل اللي يثور له. وانا اختي هاني مواطن تونسي ما عنديش تليفون فوقي، ما عنديش انترنت، انترنت في داري اختي. ما نراعيوش انه هما زاد اشخاص صحيح متواجدين يقوموا بمهمتهم، اما زاد اشخاص يجم يكون عندهم حالات طارئه شخصيه عائليه ونهار كامل خلينا نقولوا مش لازم، اما يا حبذا يكون التليفون فوق منهم. مدام عايش اختي وقت نخرجوا للسيرفيس الدار نخلوه على برا، يا اختار المهنه هذيك اللي هي باش يحوز عليا ويحوز عليك ويحوز على البلاد، الدار دار وتقعد لبرا، تقعد خارج النطاق خارج الخدمه. انت كان جيت امني والا تبع الجيش وما يكونش مفروض عليك انك تخلي تليفونك في الدار، تخلي تليفونك في الدار وتخرج بليش؟ يا مدام عايش اختي التليفون ماهوش اجباري وما نهزهوش، وانا مواطن عادي توت نجم تفركتيني ما عنديش تليفوني. يستحقك شكون من العائلة وانت مواطن عادي توا كيفاش يجم يوصل؟ ما يستحقنيش لأني في مهنة. أنت توا ماشي تخدم؟ ماشي نخدم على روحي. وقت اللي ماشي نخدم على روحي تليفوني ما نهزوش. بلا نتصور نبوس مرتي ونبوس ولادي ونقول لهم إن شاء الله بوكم يرجع لكم لاباس. بلا نتصور الموظفين اللي يخدموا معاك الكل تنصحهم نفس النصيحة كي تبدا معاهم؟ لا، عندنا نصيحة واحدة، ما يمكن نعودوا نخدموا في البيروات ولا في الوزينة ولا في أي خدمة، معناها التليفون موجود سامحيني نستعمل العبارة أخرى فرنسوية اللي هو في الفيستير ونحطه دبشنا التليفون الغادي ماهوش فوق البيرو.